أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المتجددة من بيت الزهور. سعدنا بجميع جمهورنا الذين تواصلوا معنا بخصوص سنوية القناة وباركوا لإدارة القناة. شكرا لهذا الجمهور الرائع الذي دائما يتابعنا في كل مكان. استمتعنا مع جمهورنا في عسير بالحضور المميز الذي كان في يوم سنوية القناة. استمتعنا أيضا بتعليقات ورسائل جمهورنا من كل مكان الذين يتلهفون لمشاهدة حفل السنوية، علما أننا نعتذر من هذا الجمهور بخصوص البث المباشر الذي كان من موقع الحدث، لكن بعون الله تعالى تشاهدون في الغد حفل السنوية. إذن جمهورنا في كل مكان، نذكر بأننا بعون الله تعالى في الخميس القادم والجمعة القادمة سوف يكون فريق أطفال ومواهب في ركن البسام بصبيا. يا جمهور صبيا، خلونا نشوفكم هناك، عروض متميزة الخميس والجمعة القادم 26 و27. الموقع يقع في فرع صبيا في مجمع فلسطين بجوار الأحوال المدنية. هناك عروضات وهدايا للجمهور، إذ أننا هذا الأسبوع حنكون إن شاء الله في منطقة جازان. إذن الزهرات اللي يبغوا يتصلوا معنا ويتواصلوا معنا يتصلوا على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2. عندنا أولى الاتصالات نستقبلها لمار من مكة. لمار، السلام عليكم. كيف حالك يا لمار؟ طيب الحمد لله. حابة تكلمي مين من الزهرات؟ وسام. لمار؟ ارفع صوتك يا لمار. وسام. وسام، معك وسام. وسام؟ الو، السلام عليكم، معك النجم وسامي معي. لمار، من مكة. يلا من مكة، يلا ركزوا في الاسم. ها. الو. تسمعي وسام؟ ايوه. يلا ها. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. ايش؟ قولي طيب الحمد لله. انت صف كم؟ ايش؟ صف كم؟ احمد ما نسمع ترى كويس. رابع. ما شاء الله، كم عمرك؟ 10 سنين. ما شاء الله. وسام، تبغى تشاركي معنا في المسابقة؟ نعم. يلا وسام، حتعطيك السؤال الآن. اسمعي، خليكي مع وسام. يلا يا وسام. من أول من ركب الخيل؟ من هو أول من ركب الخيل؟ سهل. إسماعيل. إجابة صحيحة. إسماعيل، تحية قوية. إذن نريد تفاعل الآن من المتصلين. اللي عنده تهنئة بالسنوية، اللي سجل كلام حلو بالسنوية ويبغى يتصل ويظهر معنا على الهواء مباشرة. طبعا حنعرض لكم أيضا برنامجكم ضيفنا. استضفنا أول ضيفة كانت معنا في خميس مشيط في فرع الشامل في الاحتفال بالسنوية. هذه الضيفة راما الزهراني، حضرت من المدينة المنورة. أعددنا تقرير معها كيف عاشت يوم مع الزهرات، حتشوفونه إن شاء الله في الفاصل الثاني وحتشوفوه في اليوتيوب.
طريقة المشاركة في برنامج كن ضيفنا تحكي لكم خديجة القادري. تتصل على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2. برنامج يستضيف كل أسبوع ضيفة وتحويل الرقم 7 وتسجل بياناتك بالكامل وإن شاء الله تكون من الفائزين. جميل جدا. طيب المتصلين اللي يتابعونا من كل مكان فقط ما عليهم سوى الاتصال على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2. تحويلة البث تحويلة رقم 6. تحويلة الأرقام الأخرى 2 و3 و4 و5. 2 و3 و4 و5. تقدر توصل معنا للبث المباشر. ميزة تحويلة 6 تقدر تدخل صوتك في البث. التحويلات الباقية تطلب تحية، تهني نجمة إلى غير ذلك. طيب عندنا جوري وشاد من الدمام. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. جوري ولا شادن؟ شادن. مين؟ أحمد أنا ما أسمع، فأنا سمعني هي من الأصل. لا لا حنان ما أسمع. أعرفهم. جوري ولا شادن؟ شادن. شادن كيف حالك؟ الحمد لله. شادن حابة تكلمي مين من الزهرات؟ خديجة وسام. معك خديجة يلا. كيف وسام عندك خديجة يلا. كيف حالك يا شادن؟ الحمد لله. على طول إن شاء الله. كيف حال جوري؟ من زهتي؟ الحمد لله طيبة. على طول إن شاء الله. طيب تحبي تشارك في المسابقة؟ إيوة. طيب كم قلبا للأخطبوط؟ كم قلبا للأخطبوط؟ يلا. 8؟ لا لا أعطيها خيارات. 3 أو 4 أو 5. والأصح 3. يلا يا شادن. شادن 3. أعطنك الخيار. 3. أعطنك الخيار. قالت 3. 3. 3 نفعلها تحية قوية. إذن شكرا يا شادن. شادن باقي جوري تبغى تشارك؟ إيوة. يلا جوري. ألو أي جوري تحب تكلمي مين؟ خديجة وسام. يلا ها خذي وسام. يلا ألو السلام عليكم، معك نجم وسام. كيف حالك؟ الحمد لله. وانتي؟ طيب الحمد لله. صف كم؟ 5. ما شاء الله. يلا فيها سؤال. يلا طيب ما في عندها حنين تعطيك سؤال معليش. يلا يلا يا حنين أعطيها سؤال. كم عدد بنات الرسول؟ كم عدد بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعطيها خيارات. 4 أم 3 أم 4؟ يلا ها 4. 4 تحية قوية ودخلتي معانا. خذ بياناتهم. يلا من عندها تحية قلنا؟ يلا جوري وسام عندهم تحية. يلا بسم الله. جوري وسام عندهم تحية للمتصلين. يلا بسم الله. نوجه تحية إلى صديقتنا جنى من الرياض ونشكرها على اتصالها. نحبك. شكرا لجميع المتصلين اللي طلبوا تحايا قبل البث، وأيضا هناك تحية معنا موجهة من خديجة لإحدى المتصلات. يلا يا خديجة جاهزة ناخذ التحية. أوجه تحية إلى صديقتي هديل من جدة وأشكرها على اتصالها. إذا متابعينا في كل مكان ما زلنا متواصلين معكم في هذا البث المباشر. لمن يريدون الاتصال فقط ما عليهم سوى الاتصال على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2. تحويل رقم 6 أو تحويل رقم 2 و3 و4 و5. تحويل 6 تقدر تدخل في البث، تحويل 7 تقدر تشارك في برنامج كن ضيفنا. كما قلنا عندنا في الفاصل الثاني عندنا بعض العروض، راح تشاهدون الاستعراضات الخاصة بالسنوية، لقطات منها إن شاء الله. راح أيضا تستمتعون بالبرومو الخاص بالحفل. أيضا راح تستمتعون معنا ببعض العروض الخاصة ببرنامج كن ضيفنا. مستمر البث المباشر معكم في هذه الليلة، وعندنا أيضا موضوعنا كما قلنا السنوية وعسير وأهل عسير وكيف كان الحضور. رفيف في حفل الوداع استمتعنا جميعا.
تمام؟ ايش تقولين للجمهور واهل عسير؟ يلا. مناسبة ثانوية، يلا. جمهور عسير كان مرة جميل ومميز ما شاء الله، وكل عام وقناتنا بألف خير. كل عام وقناتنا بألف خير. اتصال مين؟ غيداء مكي من جدة. ألو، السلام عليكم يا غيداء. كيف حالك يا غيداء؟ غيداء. ألو غيداء، أنت معنا على الهواء. أنا بالفضائية تحب تكلمي من الزهرات. غيداء مكي اسمعينا من الجوال. معك خديجة، كيف حالك؟ غيداء. غيداء مكي من مكة. غيداء. ألو. أيوة غيداء من مكة. غيداء كيف حال؟ أنت غيداء تبعنا، تبع صلاتي ولا غيرك؟ إيه؟ لا ما هي هي، لا. لا غيداء، غيداء من مكة. غيداء كيف حالك؟ الحمد لله. حابة تكلمي مني غيداء؟ غيداء؟ الحمد لله. حابة تكلمي مين؟ حنين. حنين، معك حنين يا غيداء، يلا. كيف حالك؟ الحمد لله. صف كم؟ أول متوسط. يلا أعطيها سؤال، تعطيك سؤال يا غيداء، ركزي معنا لو سمحتي. كم رجلا للنملة؟ إيه؟ كم رجلا للنملة؟ يعني خذي نملة وعدي رجولها، كم؟ نعطيك خيارات، يلا عطنا الخيارات. ها؟ إيه؟ ستة أرجل أم خمسة أرجل أم ستة أرجل؟ كم رجلا للنملة؟ كم رجلا للنملة؟ خيارات. يلا تعطيك الخيارات. ستة أرجل أم خمسة أرجل أم ستة أرجل؟ ستة أرجل. يلا حلو، صح؟ حلو، جميل جدا. ماذا تقولين عن الثانوية يا غلا؟ يلا نسمع. كل عام وقناتنا تمتاز. عيدي عيدي، يلا بهدوء. كل عام وقناتنا تمتاز وتعتري قمة المجد، وكل عام وقناتنا تتخطى الإبداع، وشكرا جمهور عسير كان مرة رائع. طيب يا غلا، أول ثانوية تشارك ولا شاركت من أول؟ شاركت من أول. كم ثانوية؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. ثلاثة. ها؟ ثلاثة. ثلاثة؟ طيب جميل، حلو. من عندها مشاركة عن الثانوية أيضا؟ يلا نسمع ريمات شاركنا عن الثانوية. اللي حابين يتواصلوا معنا على الرقم 700-7442، تحويل رقم 6 لدخول البث، التحويلات الباقية 3 و4 و5 لطلب تحايا خارج البث. ومعنا ريماس قصادي، نسمع ايش تقول عن الثانوية. ويلا يا ريماس. ما شاء الله كان الجمهور مرة رائع، وقناة أطفال مواهب كل عام وقناتي بألف خير. كل عام وقناتنا إن شاء الله بألف خير. إذن بث مميز، اتصالات ما شاء الله متوالية، كل الخطوط خليها تأخذ الخط. خط خديجة تكلم خطين مع بعض، خط عند حنين. طبعا اللي حاب يتصل يتواصل اليوم، نبغى اتصالات. اللي عنده كلام تهاني عن الثانوية، اللي يبغى تحية بمناسبة الثانوية، اتصالكم يا جمهورنا هو سر نجاحنا، سر دعم القناة. تواصلوا بالاتصالات. شكرا لكل المتصلين. الفانزات الحقيقيين هم الذين يدعمونا بالاتصالات وبالتواصل الدائم وحضور الحفلات. دائما أقول للزهرات، الفانز الحقيقي اللي يجي حفلك ويحضره ويكثف الجمهور، الفانز الحقيقي اللي يتصل عليك دائما، هذا هو الفانز الحقيقي. إذن معنا تحية، معنا تحية، وناخذ تحية أيضا من ريماس قصادي، وبعدين من حلا وجوري. يلا يا ريماس أعطينا التحية. أوجه تحية. يلا. أوجه تحية إلى صديقتي فرح من الطائف، وأشكرها على اتصالها. إذن جميل جدا، أخذنا الآن تحية من ريماس، وعندنا جوري وحلا. جوري وحلا، ناخذ يا أحمد. جوري وحلا، يلا بسم الله. نوجه تحية إلى صديقتنا غلا من القصيم، ونشكرها على اتصالها، نحبك. إذن عندنا الآن الفقرة الرئيسية، وهي فقرة حاول تسمعني، حاول تسمعني. ومعنا ضيفتنا لهذا اليوم، الضيفة الرائعة
مين معانا؟ رفيف، نسمع لها أقوى تحية. ناخذ هنا، يلا ناخذ دقائق بس، يلا عشان يطلع تمام. جاهزة؟ تسمع الصوت كويس؟ في صوت؟ أي اضغطي قوة. سؤال، السؤال يقول ايش رأيك في الثانوية؟ ايش رأيك في الثانوية؟ سؤال، ايش رأيك في الثانوية؟ شاركي في المسابقة. ايش رأيك في الثانوية؟ تحب الثانوية؟ طيب السؤال الثاني، لو سألنا قلنا لك مثلا ما هو الأكل؟ ما هو الأكل؟ أيوة حلو، ما هو الأكل؟ ما هو البيت اللي تحبيه؟ الشعر، ما هو البيت الشعر اللي تحبيه؟ ما هو الأكل؟ ما هو بيت الشعر اللي تحبيه؟ ما هو البيت؟ بيت الشعر اللي تحبيه؟ ما هو المسجد؟ ما هو بيت الشعر اللي تحبيه؟ عيد. ما هو بيت الشعر اللي تحبيه؟ ما هو الأكل؟ أنت تشوفيني كويس؟ أنت تسمعيني؟ أنت تشوفيني كويس؟ أنت تشوفيني كويس؟ حلو، ما تسمع... أنت تسمعين ما شاء الله؟ تسمعين؟ إيش؟ تسمعين؟ إيش؟ تسمعين؟ طيب تبكين؟ تسمعين؟ تسمعين؟ كم عمرك؟ ايش؟ كم عمرك؟ ايش؟ كم عمرك؟ رفيف. كم عمرك؟ مريم. كم عمرك؟ ممكن. كم عمرك؟ ممكن. كم عمرك؟ مميز. كم عمرك؟ كم عمرك؟ عيد. كم عمرك؟ مميل. كم عمرك؟ رافع. كم عمرك؟ كم عمرك؟ الصوت عالي. كم عمرك؟ عيد. كم عمرك؟ ممكن. كم عمرك؟ ممل. نسمع لها تحية قوية، نسمع تحية قوية. نزلي شيلي. كنت أقول لك كم عمرك؟ أنت ممل، فوق، ارفع، تعال. شكرا لك، مميز ما شاء الله عليك. طيب عندها تحية، ناخذ تحية، يلا. عندنا عطنا الاتصال. ريفال من جدة، الو السلام عليكم ريفال، كيف الحال؟ الحمد لله. اخبارك يا ريفال؟ طيبة. حابة تكلمي مين؟ خديجة. رجع الصوت انخفض يا أحمد زي أول. خديجة، يلا يا خديجة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. على طول إن شاء الله. إيش اسمها؟ ريفال. ريفال من فين؟ من جدة. تحبي تشاركي في المسابقة؟ إيوه. أوكي رح أعطيكي سؤال. أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ ألو؟ ريفال بسرعة عشان الفاصل بيبدأ. يلا يا ريفال. ريفال خذها يا كنترول. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان لا تروحوا بعيد، خليكم دائما قريب من بيت الزهور. بيت الزهور حب وسرور. إذا بقي فترتين فاصل ونواصل، حاب يتصل يتواصل معنا عبر رقم 7-0-0-0-7-4-4-2.
ونحيي كل احبابنا جمهورنا اللي حبنا بيت الزهور يلمنا الله على بيت الزهور ونحيي كل احبابنا جمهورنا اللي حبنا. اذا مشاهدينا الاعزاء عدنا لكم من جديد، عدنا مره اخرى في العرض او الفتره الثانيه. عروضنا متميزة اليوم، حنعرض لكم بعض اللقطات من الحفل، حتشوفوا بروموهات الخاصة بالثانوية، حتشوفوا أشياء جديدة. أذكر جمهورنا الأعزاء، حنكون معكم الخميس والجمعة القادم في ركن البسام بصبياء، يستضيف جميع نجوم وزهرات أطفال ومواهب يومي الجمعة والخميس 26 و27 رجب. أما البشرى السارة لأهالي نجران ومن يتابعنا من نجران، الأسبوع اللي بعده حنكون معهم 3 و4 شعبان في صالة الأمير مشعل للمؤتمرات في مهرجان ربيع نجران 39، وعندنا اتصال ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أرياف من مكة، كيف الحال يا أرياف؟ طيبة. أخبارك يا بابا؟ طيبة. كم عمرك يا أرياف؟ ثمانية. ما شاء الله. أرياف حابة تكلمي مين؟ وسام. معك وسام يا أرياف، يلا. وين وسام؟ تلعب وسام، تعالي وسام، يلا خذ الجوال. لا خذي هذا عشان هذاك ما يطلع في الصوت. يلا. السلام عليكم، معك النجم وسام. مين معي؟ وعليكم السلام. يلا أرياف، من فين؟ من مكة. من مكة. قالت يلا بابا ركزي شاطرة، يلا أعطيها سؤال. عندك سؤال؟ أنا أعطيها سؤال، يلا. أنا بعطيك سؤال أنا وسام. كم الثانوية هذه؟ يلا أعطيها. كم الثانوية هذه؟ يعني رقم كم؟ إيه؟ رقم كم الثانوية هذه؟ السابعة. السابعة، خذها يا كنترول. جميل جدا، شكرا لك يا وسام. يلا متواصلين معكم في استقبال الاتصالات والمكالمات، اللي حابين يتواصلوا معنا الآن على الهواء مباشرة، الأرقام موجودة على الشاشة، باستطاعتك طلب التحية، التهنئة بالثانوية، هناك إن شاء الله بروموهات. وش رأيكم نشوف برومو كون ضيفنا؟ يلا حنشوف برومو كون ضيفنا لأول ضيفة شاركت معنا، علما أن يستطيع الكل المشاركة معنا باتباع التعليمات. تابعوا الآن البرومو وراح تعرفوا منه كيفية المشاركة. يلا مع بعض نتابع. نتابع مع بعض. نتابع مع بعض. يلا. عندنا أيضا تكريم أول ضيفة في برنامجكم ضيفنا راما الزهراني، اسمها لها تحية قوية. طبعا راما هي من المدينة المنورة، متابعة للفرقة، تحضر في كل الحفلات في جدة في أي مكان، شاركت في برنامج كن ضيفنا، اتصلت ووضعت بياناتها القناة، اتصلت على أهلها، استضافت الأب والأم والبنت، وأيضا لديهم أخ آخر، وحضروا إلى هنا لحضور، وعاشت مع الزهرات يوم كامل، وكان هناك تصوير أيضا كليب، حضرت تصوير الكليب. نسمع لها تحية قوية. راما، إيش تقولي يا راما؟ أو كيف يعني شاركتي وكنتي مع أطفال ومواهب، يعني حضرتي إلى هنا، كيف كانت المشاركة؟ وضحي أكثر. اتصلت على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2، تحويلة رقم 7، وتسجل بياناتك بالكامل، بعدين القناة حتسوي سحب تختاره. طيب راما، أي حفلات حضرتي لنا قبل هنا؟ حفلكم في جدة وحفل في المدينة. في المدينة. إيش شعورك بصراحة وأنت قابلت الزهرات اليوم وعشتي معاهم يوم كامل؟ يلا. أول شيء أنا ما كنت مصدقة وكنت فرحانة. اسمح لها تحية قوية. باقي سؤال. طبعا أبوها وأمها مبسوطين وقالوا يعني جزاكم الله خير، حققت أمنيتها إنها تكون مع الزهرات. شكرا لك يا رامان، اسمح لها تحية قوية.
الاثنين ما شاء الله. الزهراء حتى كلهم يتابع الآن صديقتهم راما الزهراني، صراحة كانت يعني مشاركة معنا، وعندنا أيضا عرض لها برومو كامل حينزل في القناة لما راحت معنا تصوير كليب وسام عقيل، وكانت في تصوير الكليب وراحت مع الزهرات في نفس الباص. كل الأشياء حتعرض بمشيئة الله تعالى. عندنا اتصال، أعطونا الاتصال. عندنا طيف من الرياض. ألو، السلام عليكم يا طيف، كيف حالك؟ وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة؟ أيوة. حابة تكلمي مين يا طيف؟ خديجة. معاك خديجة يا طيف، يلا. كيف حالك يا طيف؟ طيبة الحمد لله على طول إن شاء الله. كيف حالك أنت؟ الحمد لله بخير. كيف حالك طيبة؟ على خط صوت التلفزيون يا طيف. خديجة. أيوة. طيبة الحمد على طول إن شاء الله. تحب تشارك في المسابقة؟ اسمعيني من التليفون يا بابا، اسمعيني من التليفون، لا تسمعيني من التلفزيون. وطي صوت التلفزيون. أوكي يلا أعطيها سؤال خديجة، أعطيها سؤال. كم عينة للنحلة؟ نعطيه خيارات؟ يلا أعطيها خيارات. خمسة أعين، ستة أعين، خمسة أعين. خمسة إجابة صحيحة، نسمعها تحية قوية. طبعا أخذنا عليها الكتاب، كانت تغش منه أسئلة خديجة، بس حبنا عليها هنا ورا خلاص. إذن متواصلين معكم في هذه الحلقة الماتعة، نتكلم عن جمهورنا في عسير ما شاء الله في حضورهم للسنوية. جمهورنا أيضا من كل مكان اللي أسعدنا بالكلام في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين صمموا التصميمات الفانزات الحقيقيات، الذين دائما يتصلوا ويحضروا حفلاتنا، شكرا لهم من القلب والأعماق. عندنا تحية مع فاطمة، جاهزة؟ يلا ناخذ تحية من فاطمة. يلا يا فاطمة. وجه تحية إلى صديقتي سندس من الدمام وأشكرها على اتصالها، أحبك سندس. سندس اتصلت متى؟ الساعة كم؟ ها؟ أمس ومؤخرة سندس حتى اليوم عشان الفانز تبعي. ها؟ والله أنت خطيرة. أيوة تبغى تسوي لها عشان أعطتها هدية وحركات، صح؟ هي نفسها صح؟ شكرا سندس. طبعا سندس اللي أرسلت هدية، كنا نتمنى حضورها ولكنها أرسلت هدية لهم لما كان حفلتنا في الدمام. وعندنا اتصال. وفاء من جدة. ألو السلام عليكم يا وفاء. السلام عليكم. كيف حالك يا وفاء؟ طيبة. حابة تكلمي مين يا وفاء؟ وفاء. يلا وفاء تكلم وفاء. تعالي يا وفاء تعالي. طيب. يلا معك وفاء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ طيبة. يلا أعطيها سؤال يا وفاء. قول لك شاركي معنا في مسابقة يا بابا؟ تحب؟ أيوة. اسمك؟ اسمي وفاء. قالت لك وفاء يا بابا. هذا سؤالها، سؤالها ايش اسمك؟ خلاص دخلها في السحب. يلا يلا تستاهل، تستاهل تدخل في السحب معانا. يلا الان من عنده تحيه؟ يلا ناخذ من غلا تحيه، غلا عامر. يلا داون داون عندي يا استاذ. نعم. أوجه تحية إلى صديقاتي بنان وسور وشوق من أوجه تحية إلى صديقاتي بنان وسور من مكة، وأشكركم على اتصالكم، أحبكم. بيت واحد
تحية جماعية باسم وفاء من جدة. كلكم جاهزين؟ يلا ناخذ التحية. واحد اثنين ثلاثة. نوجه تحية إلى صديقتنا وفاء من جدة ونشكرها على اتصالها. نحبك. السلام عليكم، تحبي تكلمي مين؟ عندنا مرام من الرياض. السلام عليكم يا مرام، كيف حالك؟ الحمد لله. حابة تكلمي مين يا مرام؟ كيف حالك أنت؟ شاركي؟ أيوة. طيب يلا سؤال، يلا جوري حتسألك سؤال، يلا اسمعي سؤال سهل يلا. ها، ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة؟ يلا يا بابا. تبغي خيارات؟ أعطيها خفيفة صغيرة. يلا. حرف القاف، حرف القاف، حرف القاف. حرف القاف. قولي حرف القاف. قولي حرف القاف. قاف. حلو. فزتي معانا ودخلتي في السحب على الآيفون. شطورة الأمورة. شكرا لك. اللي حاب يتصل ويطلب تحايا، اللي عنده كلمات عن الثانوية يسعدنا باتصاله. اتصالكم هو دعما للقناة، اتصالكم هو الحب الحقيقي لهذه القناة التي ولدت بحبكم أنتم. شاهدنا جمهور، شاهدنا تصاميم رائعة، شاهدنا أشياء جدا جميلة. طبعا حنشوف الآن مع مخرجنا بعض اللقطات من الحفل. يلا أي لقطات الحفل. أحلى حكاية شيقة أولها فكرة مشرقة عنوانها اللي نعشقة أطفال ومواهب. أحلى حكاية شيقة أولها فكرة مشرقة عنوانها اللي نعشقة أطفال ومواهب. فكرنا في اللي نحبهم أطفالنا ونجاحهم. فكرنا في اللي نحبهم أطفالنا ونجاحهم. قدراتهم إبداعهم. تحتاجي وقفة صادقة. أحلى حكاية شيقة يلا فوق ولها فكرة مشرقة عنوانها اللي نعشقه أطفال ومواهب. أقوى أحلى حكاية شيقة أولها فكرة مشرقة عنوانها اللي نعشقه أطفال ومواهب. هذه المواهب كلها تحتاج منا صقلها. شكرا لمخرجنا الرائع، شكرا للأستاذ أحمد الشنيني على هذا البرومو. عندنا أيضا برومو آخر إن شاء الله في العرض، حتشوفوا بعض لقطات من الاستعراضات في العرض القادم إن شاء الله الثالث. ما زلنا متواصلين معكم في استقبال الاتصالات والمكالمات. اللي حاب يتصل معنا يتصل على الرقم اللي يظهر معكم على الشاشة 7-0-0-7-4-4-2. تحويلة 6 للبث المباشر، تحويله 2 و3 و4 و5 للمكالمات الداخلية، يعني ما يطلع صوتك على البث المباشر. طيب طبعا خديجة عندي سؤال، اللي يبغى يشارك معنا في كون ضيفنا هل يشترط تتصل في بيت الزهور ولا في أي وقت؟ في أي وقت، 24 ساعة يتصل. 24 ساعة تتصل وتسجل بياناتك وإحنا نأخذ ونختار، يعني خذ راحتك. إذا دحين البث مثلا الآن البث مشغول تقدر بعد البث، تقدر الصباح، تقدر الظهر، تسجل اي وقت، يعني اي وقت 24 ساعة مفتوح الخط، رقم كل الخطوط مفتوح 24 ساعة، التسجيل ايضا 24 ساعة. هناك زي ما انتم شايفين استقبال اتصالات على كل الارقام
الآن عندنا اتصال ورد الآن ونقول ألو السلام عليكم. طيب من جدة. ألو. طيب كيف حالك؟ بخير. أخبارك يا طيف؟ الحمد لله. حابة تكلمي مين؟ خديجة. معاكي خديجة يا طيف يلا. طيف؟ لا. يلا يا طيف ركزي معانا يا بابا يلا. على طول إن شاء الله. كيف المدرسة معاكي؟ حلوة. طيب خلصتوا اختبارات ولا لسه؟ طيف؟ طيف؟ ألو. طيف؟ ألو. خذيها كنترول. إذن متواصلين معكم. كأن الخط علق عليها وقطع صح؟ متواصلين معكم في استقبال الاتصالات والمكالمات في هذه الحلقة الرائعة اللي عدنا من عسير بفرحة الثانوية بداية سنة سابعة. الأسبوع القادم نحن في صبياء يستضيف الفريق إن شاء الله، حنكون في ركن البسام وذلك في فرعه بصبياء في مجمع فلسطين بجوار الأحوال المدنية الجديدة. هناك عروض مغرية وهدايا جدا مغرية للجمهور وجمهورنا في نجران. لا تنسوا الأسبوع اللي بعده في 3 و4 شعبان في نجران بمشيئة الله تعالى، هناك عروض في مهرجان ربيع نجران وذلك في صالة الأمير مشعل للمؤتمرات. حنرجع طبعا إن شاء الله بعد نجران حنكون هناك يوم استثنائي، حنعرض فيه حلقة مبكرة ولقطات من حلقة بيت الزهور، ولكن ليس في بيت الزهور، من أبي عريش. التفاصيل إن شاء الله لاحقا في ركن المبارك بعون الله تعالى. عندنا اتصال. غلا من خميس مشيط. غلا كيف الحال؟ الحمد لله طيبة. أخبارك يا غلا؟ غلا ايوه. حضرتي حفلة السنوية ولا لا؟ الا حضرت. ما شاء الله كيف الجمهور؟ حلوين. يسعدك ربي. حابة تكلمي مين؟ جوري. معاكي جوري يا غلا يلا. كيف حالك يا غلا؟ الحمد لله طيبة. صف كم؟ قولي اسألي ايش اعجبك في الحفل؟ يلا ايش اعجبك في الحفل؟ احلى شيء حبيتي في الحفل؟ احلى شيء عجبك في الحفل ايش صراحة؟ احلى شيء حبيتي في الحفل؟ الجمهور، الزهرات. الزهرات والجمهور الرائع. ها يلا انا اعبر عنك. ايوه طيب تشارك معنا في المسابقة، وش رايك جودي تعطيك سؤال سهل؟ يلا 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 يا جودي. ما هو الشيء الذي يبكي بلا عين؟ ما هو الشيء الذي يبكي بلا عين؟ ها؟ تبغى خيارات؟ ما هو الشيء الذي يبكي بلا عين؟ أستاذ سامي أنا تحت اللوجو. القلم. ها إيش؟ القلم. لا تبغى خيارات؟ خلي جوري تعطي خيارات يلا. طيب. يلا جودي أعطيها خيارات. السحاب أم السحاب أم الغيمة؟ يلا ها أي إجابة؟ السحاب. نسمع لها تحية قوية ودخلتي في السحب وتستاهلي ويستاهل جمهور عسير جميعا اللي حضروا من كل مكان، أسعدونا وأمتعونا بصراحة ورفعوا الرأس. دائما ما يخيب الظن، يعني دائما لما أي عميل يأتينا عنده افتتاح أو شيء دائما نقول له لا تقلق من ناحية عسير، لا تقلق من أهل عسير. فأهل عسير حينما يقول فريق أطفال ومواهب نحن هنا يأتون. طبعا للمعلومية كان عندنا حفل، ما هو الأسبوع هذا، الأسبوع اللي قبله دعينا لعسير أيضا، ولكن بسبب ارتباطنا في جدة توب سنتر اعتذرنا منهم، فحاولوا بشتى الطرق أن يحضروا أكثر من نجوم، ولكن حتى لما شافوا جمهورنا بالأمس اتصلوا يقولوا يعني أطفال ومواهب نبغى نجيبكم مرة ثانية، نبغاكم مرة ثانية، ما شاء الله جمهوركم في عسير غير. الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لجمهور
عسير دائما. متواصلين معكم، عندنا تحية وناخذ حنين من تحية. يلا حنين تحية، يلا يا حنين تفضلي. أوجه تحية إلى صديقتي هدى سامي من الطائف. مدرسة؟ هدى. ها؟ هدى سامي. هدى سامي، يلا هنعيد. واحد اثنين ثلاثة. أوجه تحية إلى صديقتي هدى سامي من الطائف، وأشكرها على اتصالها، أحبك. شكرا للمتصلة هدى. اتصالاتنا متواصلة، الأرقام على الشاشة اللي حابين يتواصلوا معنا ويطلب التحايا. في تحية عند مين؟ أنا غلاء، وبعدها ريماس، وبعدها خديجة للمتصلين اللي اتصلوا، وبعدها ناخذ التحية وناخذ المتصل. أوكي؟ يلا أعطونا التحية. أوجه تحية إلى صديقتي صبا من الطائف، وأشكرك على اتصالك، أحبك. غلا نمتي كويس اليوم صراحة كثير. يلا عندنا أهالي خميس، ناخذ اتصال ونرجع للتحية. يلا عندنا رشا. رشا رشا من خميس مشيط، يلا يا رشا. ألو رشا. أنا رشا. نعم. كيف حالك؟ طيبة. أخبارك؟ تبغى تكلمي حلا ولا مين؟ رشا تبغى تكلمي حلا ولا مين؟ نعم. تكلمي حلا ولا مين؟ حلا. معاك حلا. يلا احنا قلنا رشا وحلا عشان الاسم متقارب. ايوه ها يلا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. نعم يا رشا. معاكي حلا، ارفع صوتك. يلا يا بابا. كيف حالك يا رشا؟ طيبة. يلا كيفك؟ حضرت سؤال. تعطيك سؤال. يلا بتعطيك السؤال رشا. يلا. ما هو الشيء الذي إذا ذبحتيه بكيت عليه؟ البصل. البصل يا بابا. نعم. البصل. 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 أيوة إجابة صحيحة. دخلتي معانا في السحب، شكرا لك يا رشا على اتصالك، أسعدتينا الله يسعدك. حتى الزهرات انبسطوا ما شاء الله تبارك الله. عندنا تحية من ريماس قصادي. أيوه. وناخذ التحية. يلا. أيوه إيش اسمك؟ أوجه تحية إلى صديقاتي بنام أصول من مكة، وأشكرهم على اتصالهم. مين 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 ومين؟ بنام وهدى أصول. بنام. تقول بنام بين مين؟ يلا طيب خلاص. يلا ناخذ التحية من جوري وبعدها من حلا. يلا. أوجه تحية إلى صديقتي لمارة الزهراني من الباحة، وأشكرها على اتصالها الدائم. شكرا لك لمار. ناخذ تحية من نورة. عندك مايك نور، شيلي هناك. ونرجع أيضا تحية من حلا. يلا يلا يا نورة، ارفع صوتك يا بابا. يلا تست تست شغال. أوجه تحية إلى صديقتي حنين من الجبال، وأشكرها على اتصالها، أحبك. شكرا لجميع المتصلين اللي يسعدونا ويتحفونا بجميع الاتصالات. وقبل ما ناخذ ما شاء الله التحايا كثير بمناسبة السنوية، كل الجمهور من أجل دعم القناة وحب القناة سعداء بكم، أسعدتونا الله يسعدكم. قبل ما ناخذ الاتصالات، عفوا قبل ما ناخذ التحايا، ناخذ الاتصال اللي منتظر على الخط ونقول ألو يا أثير من خميس مشيط، كيف حالك؟ ألو حنين. أثير كيف حالك؟ طيبة. أثير أثير حضرت الحفل؟ إيوة. ما شاء الله، والله والله إنكم يا أهل عسير ترفعون الرأس ما شاء الله، حتى اتصالاتكم اليوم ترفع الرأس. يلا حابة تكلمي مين؟ وسام. معك وسام. يلا يا وسومة.
بسم الله يلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. كم عمرك؟ عمري 12 سنة. ما شاء الله. يلا اعطيها اي سؤال سهل. اي سؤال. اول ما خلق الله تعالى. ممتازة يا وسام، ها سهل. اعطيها خيارات يا وسام يلا. القلم ام القلم ام القلم؟ غيرت الثالث. ايش قلتي؟ القلم. يلا حلو، نسمع تحية قوية. غير الحرف بالغلط ولا كذا؟ بالغلط تقول بالغلط. يلا حلو، عندنا حنين. حنين يا حنين الشنيني، وعندها تحية، ونسمع من حنين. يلا حنين جاهزة؟ يلا سمعينا. أوجه تحية إلى صديقتي خلود من مكة وأشكرها على اتصالها، أحبك. طبعا كثير يسأل ويتساءل عن كليب وسام عقيل. كليب وسام عقيل بمشيئة الله تعالى أتوقع غدا أو بعد غد يكون نازل في اليوتيوب والقناة إن شاء الله، وبعد غد تصوير كليب حلا. متواصلين في تصوير الكليبات، الكليبات كثيرة، فتواصلنا في التصوير، اللي خلص التسجيل الأول يصور في دوره وهكذا إن شاء الله. كلها خلال الأسبوع القادم نازلة كل الكليبات، ما زلنا في أيام السنوية والكليبات نازلة ومشاهداتكم دائمة بعون الله تعالى. عندي تحية. يلا ها؟ عندي تحية. نأخذ من خديجة تحية ونواصل استقبال المكالمات. طيب حاضر 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 يلا يلا ها. أوجه تحية إلى صديقتي غلا من جازان وأشكرها على اتصالها. إذا ما شاء الله اتصالات متوالية. أنا أتعطر من عطرة إلهام. خلاص ها، تبغى العطر؟ أستاذ سامي يقول أنا أبغى عطر إلهام. ورينا نشوف العطر مع بعض. إيه متوفر، العطور هي متوفرة في الشامل ومتوفرة في المهرجانات اللي تروحها الفرقة على طول. وعطر عفاف، عطر إلهام وعطر عفاف متوفرة في المهرجانات اللي نروحها، يعني أي مكان نروح اطلب. الأستاذ إسماعيل معكفي مسؤول المبيعات، هو دائما يشيلها معاه وما ينساها دائما، حتى يشيل تبع الحسابات. موجود هو؟ حاول تسمعني. يلا فقرة حاول تسمعني، وضيفتنا هي فاطمة، نسمع لها أقوى تحية. ناخذ اتصال يلا، احنا جالسين يلا عبل نجهز البسي. ألو السلام عليكم. فهم الطريقة؟ عندنا شوق من الرياض. ألو السلام عليكم يا شوق، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. أخبارك يا شوق؟ الحمد لله. اشتقنا لأهل الرياض، حابة تكلمي مين؟ حلا حلا وغلا. حلا وغلا، يلا حلا وغلا. يلا حلا يلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. حلا. إيوه. حلا. ايوه. احب انت وغلا توجهوني تحيه على البث المباشر. يلا حاضر. شكرا لك، شكرا لك ولاتصالك، سعيدين جدا. حيوجهوا لك بابا يكلم غلا. هي وغلا ابشري وصوريها. معي معك شوق من الرياض. شوق من الرياض حاضر. صوريها، اذا عندك حساب نزليها. اوكي طيب يلا. استاذ احب اقول شيء للثانويه. ها حب اقول شيء للثانويه. نسمع منك. نسمع منك، جميل جدا. يلا نسمع منك. أقول كل عام وأنتم قناة مميزة، كل عام وأنتم قناة تتألق سنة بعد سنة. شكراً لك، نسمع لها تحية قوية. هنستأذنك هننزل المقطع هذا خصيصاً لك في اليوتيوب، أوكي؟ شكراً طيب. للتهنئة الرائعة، شكراً لك. يلا وجهوا لها تحية، ها شوق من الرياض. يلا لو سمحت أستاذ أحمد التهنئة مع التحية نزلوها في اليوتيوب مع بعض. يلا ناخذ الآن. نوجه تحية إلى صديقتنا شوق من الرياض ونشكرها على اتصالها، نحبك. شكرا لشوق، شكرا لأمثال شوق اللي دائما يسعدونا باتصالاتهم. سعدنا بكم وجاهزين، وحاول تسمعني قبل ما نبدأ الفقرة، فهمتي؟ يعني تنبئي، حاولي ما تقول إيش إيش تقول، قول قول. تحاولي إذا سمعتيني ما منها فائدة أصلا، لازم تتوقع الكلمة. اوكي اضغطي هنا خليكي جاهزه. كم عمر وفاء؟ ايش كم عمر وفاء؟ مبروك.
كم عمر وفاء؟ بيت الزهور. كم عمر وفاء؟ مبروك الوقفة. كم عمر وفاء؟ وقف. كم عمر وفاء؟ كم عمر وفاء؟ مبروك وفاء. كم عمر وفاء؟ هذه وفاء كم عمرها؟ ايش؟ كم عمر وفاء؟ ايش عيد؟ كم عمر وفاء؟ مويا. وفاء وفاء كم عمرها؟ غرفة. وفاء كم عمرها؟ ايش؟ وفاء كم عمرها؟ عيد. وفاء كم عمرها؟ وفاء ومريم. وفاء كم عمرها؟ يلعبون بالعروسة. وفاء كم عمرها؟ وفاء ومريم يلعبون بالعروسة. وفاء كم عمرها؟ كم عمرها؟ كم عمرها؟ كم؟ يلعبون بالعروسة بعدين يلعبون بالعروسة بعدين بيروحون. لا والله. وفاء أختك. إيش؟ وفاء أختك؟ وفاء أختك. أيوة كم عمرها؟ إيش؟ كم عمرها؟ من فين؟ كم عمرها؟ إيش؟ كم عمرها؟ عيد. كم عمرها؟ وفاء أختك من فين؟ كم عمرها؟ ثانوية. كم عمرها؟ مبارك. كم عمر أختك؟ وفاء كم عمرها؟ ايش؟ انت صوتك ازعجني. وفاء اختك. صوتك ازعجني قوي. ايش؟ صوتك قوي ازعجني يا بابا. ايش؟ تتكلمي قوي. ايش؟ اقول لك تتكلمي قوي يا بابا. تتكلمي قوي. عيد. تتكلمي قوي. تتكلمي من اول. ارجع مكانك. ايش؟ ارجع مكانك جلسي. يا بنتي ارجع مكانك اجلسي. ارجعي. ايوه اجلسي روحي خلاص يلا. خلاص. 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 ايوه خلاص. ابيع السماعة. خلاص. ايوه خلاص روحي. يلا. اسمع لها تحية قوية. يلا. في تحية خمسة واحدة طلبت منهم تحية جماعية هنا ناخذ تحية جماعية. وجه تحية إلى صديقتنا خلود من مكة. خلاص؟ ها يلا نعيد واحد اثنين ثلاثة. نوجه تحية إلى صديقتنا خلود من مكة ونشكرها على اتصالها. إذن شكرا لجميع المتصلين وعندنا اتصال ما زال اتصال وعندنا برضو فترة ثالثة عندنا نورة من الدوادمي. أهلين نورة كيف الحال؟ نورة كيف حالك؟ ألو نورة؟ نورة بابا. ألو. أيوة نورة كيف حالك؟ هلا نورة. حابة تكلمي مين؟ نورة. ألو. أيوة ألو نورة معاك يا بابا. حابة تكلمي مين؟ خذها يا كنترول. طيبة تسمعينا من من التلفزيون قاعدة. خديجة. خذها خديجة. يلا خديجة. خديجة خذي الخط. يلا معاك يا خديجة. كيف حالك يا نورة؟ ألو نورة اسمعينا من التليفون لا تسمعينا من التلفزيون. نورة نورة عشان وقت الفاصل يا بابا. ايوه تسمعينا من التليفون؟ تسمع ما في تسمع من طيب خذها يا كنترول. اعزائنا في كل مكان المتابعين ناخذ فاصل مخرجنا. اعزائنا في كل مكان لا تروحوا بعيد فاصل ونواصل خليكم معنا في بيت الزهور. مستقبل اتصالاتكم ايضا في الفاصل. اللي يبغى يطلب تحايا في الفاصل. اللي يبغى ايضا يحاول الدخول في الخط.
التسجيل في برنامج كن ضيفنا مستمر طيلة أيام الأسبوع في كل وقت 24 ساعة. فاصل ونواصل. عدنا إليكم في الفترة الثالثة من بيت الزهور حب وسرور، سعداء باتصال هذا الجمهور الرائع. اليوم الجمهور رافع الرأس، اليوم جمهور أطفال ومواهب مع السنوية السابعة، أتحفنا بحضوره في كل مكان. جمهور أطفال ومواهب الذي يتجدد دائما، جمهور الزهرات الذي يتجدد دائما. زي ما أنتم شايفين يظهر معنا الأرقام على الشاشة للي حاب يتصل يتواصل يطلب تحية. عندنا أيضا تقدر تشارك في السحب على جهاز آيفون، أيضا تقدر تكون معنا ضيف في برنامج كن ضيفنا. كما قلنا لكم استقبلنا أول ضيفة هذا الأسبوع راما الزهراني، حضرت تذاكر على حساب القناة، سكن على حساب القناة، أيضا عاشت يوم كامل معنا. باستطاعتك تشارك، الطريقة سهلة. خديجة، ممكن أعرف كيفية المشاركة في البرنامج؟ أكيد في ناس انضموا جدد للمشاهدة. يلا يا خديجة. اتصل على الرقم 7000-7442 وتسجل بياناتك بالكامل، تحويل الرقم 7 وإن شاء الله تكون من الفائزين. وشكرا. يلا عندنا اتصالات ما شاء الله، في ناس طلبوا تحايا وشايفين ما شاء الله الأرقام اليوم ما وقفت، الأرقام متواصلة ما شاء الله تبارك الله. يلا طبعا نعدكم إن شاء الله في رمضان ببرامج ومسابقات وأشياء جدا خطيرة، ترقبونا. جاهزين؟ يلا. ها؟ في اتصالات، معليش يقولوا في اتصالات تدخل معنا وتقطع من الخط، حاولوا مرة أخرى الاتصال. عندنا تحويل اثنين شغالة بس يمكن في 6. داون عندي، خد تحية من حلا. نوجه تحية إلى صديقتنا ليام من الرياض ونشكرها على اتصالها، نحبك. ألو، السلام عليكم، كيف حالك هاجر؟ طيبة الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله طيبة. تحب تكلمي مين من الزهرات؟ خديجة. معك خديجة، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. كيف حالك؟ طيب تمام. على طول إن شاء الله تكوني طيبة. تحبي تشاركي في المسابقة؟ إيوه. طيب راح أعطيكي سؤال، لماذا السمك ينام وعينيه مفتوحتان؟ إيه؟ السمك لماذا ينام وعينيه مفتوحتان؟ تبي خيار؟ طيب لأنه ليس لديه جفون، أو لأنه معاه جفون ما يبغى يغمض عيونه، ما فاضي. أيوه ممكن ما فاضي، أو لأنه ما عنده جفون أصلا. ليس لديه جفون. أيوه جفون. إجابة صحيحة. حلو جدا. ناخذ من غلا تحية. تحية، يلا يا غلا.
أوجه تحية إلى صديقتي مريم من الرياض وأشكرك على اتصالك، أحبك. عندنا تحية. سامي عندك تحية؟ لا بقول ما عندك تحية. يلا وسام عندك تحية؟ يلا بالمايك، أعطيها المايك، تعالي وسام يلا. أوجه تحية إلى صديقتي حور من مكة وأشكرها على اتصالها، أحبك. شكرا لجميع المتصلين لهذا اليوم، أسعدونا ما شاء الله تبارك الله، الاتصالات متواصلة. عندي تحية. اتصالكم هو دعم للقناة، قلم أبفارك. يلا نسمع الآن تحية. يلا نوجه تحية إلى صديقتنا الهنوف من جدة ونشكرها على اتصالها، نحبك. طبعا هنا في عندي رسالة تقول من ريماس ملهوي، تقول أنا جالسة أتفرج لكم، الله يحفظكم حلوين ما شاء الله. طبعا هذه البنت ما شاء الله مخلصة ودائما متواصلة معنا 24 ساعة، شكرا لك يا ريماس. تتفرج لنا في البث حقت اليوتيوب. ايه ما شاء الله عليها، على طول متابعة. ايوه يقدر الانسان اللي ما عنده يعني يكون برا البيت او شيء زي كذا عادي يمديك يتابع من البث المباشر في اليوتيوب. ايوه يوتيوب. في قناة الكواليس والمفاجآت والجديد. كواليس والمفاجآت والاشياء الجديدة. اذا خلونا ناخذ لقطات من الحفل قبل ما ناخذ في عندنا المكالمات. طيب ناخذ الان متابعينا. طيب عندي طاوية خوفتني انا اتكلم تقول عندي تحيه. ها ناخذ الاتصال وناخذ برومو من الحفل، اوكي؟ لقطات من الحفل، يلا اعطونا الاتصال. يلا تراسلين الا واحنا في البث. اريام جمال. مين؟ أريام جمال. أريام جمال كلمي يا خديجة. حالك يا أريام؟ عطني أريام. السلام عليكم. ريام من فين أنت؟ ريام. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فين؟ لريام. تشرفنا بأهل الرياض. تحبي تكلمي مين من الزهرات؟ ها؟ تحبي تكلمي مين من الزهرات؟ ريام المريان. اسمعينا من التليفون لا تسمعينا من التلفزيون. ماما الريان. اوكي تحبي تكلمي مين من الزهرات؟ ايوه. تحبي تكلمي مين من الزهرات؟ جوري. تفضلي معك النجمه جوري. الو السلام عليكم. المسابقة. الحين جوري راح تعطيك سؤال وان شاء الله تدخلي. عشان اشارك في المسابقه. ما هو الشيء الذي يوجد في القرن مره واحده وفي الدقيقه مرتين ولا يوجد في الساعه؟ قا 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 تبغي خيارات؟ انا اشارك في المسابقه. ايوه هي هذه المسابقه يا بابا. جاوب على السؤال. تبغي خيارات؟ حرف الفاء ولا القاف ولا القاف؟ القاف 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 القاف. ها حرف القاف. أعطيناك الإجابة. حرف القاف. قولي حرف القاف. أخذوها حرف القاف. القاف. حلو حلو. سعداء باتصالك. سعداء باتصالك ما شاء الله تبارك الله. يلا رفيف الحين عندها تحية. رفيف عندها تحية ولكن بعد ناخذ تحية رفيف. تحية رفيف بعدين نشوف لقطات من الحفل. يلا وجه تحية إلى صديقتي نوف من الرياض وأشكرها على اتصالها، أحبك. طبعا خلوني أقول لكم بسر عن رفيف. أقول لهم ولا لا؟ أقول لهم ولا لا؟ طبعا أنا أمس لما كنت في حفل السنوية كنت قدام أصورهم بالسناب تبع القناة، كنت اشوف رفيف ما شاء الله قدام اغلب الاستعراضات قدام وهي جديده. كيف؟ خلونا اوضح نقطه مهمه، وهذه النقطه حنزلها لوحدها في اليوتيوب استاذ احمد. النقطه المهمه ترتيب
النجمات دائما في الاستعراض يكون عن طريق المدرب الخاص بالاستعراضات. هو يختار البنت الأجود حفظا اللي ممكن تساعد الزهرات اللي وراء عندما ينسوا يتذكروا منها، صح ولا لا؟ أيوة. هم عارفين أنفسهم الزهرات. يعني أنا مثلا ما أخلي، أحيانا كنا القديم كانت تلاحظون عفاف دائما قدام، صح ولا لا؟ إيش السبب كان عفاف قدام؟ وهي كانت طويلة، صح؟ كان في أقصر منها وراء، إيش السبب؟ لأن عفاف كانت تحفظ من أول مرة، عفاف كانت تحفظ من أول خطوة، هذا بشهادة المدرب. يعني أول ما تبدأ عفاف تحفظ مباشرة. في ناس يحفظون من ثاني شيء، في ناس من ثالث شيء، في ناس يجي الحفل وعادوا بيحفظ. فطبيعي هذا الناس قدرات، الناس قدرات قدرات. تمام. الآن أستاذ سامي معليش من خلف الكاميرات، تعتمد على مين في الفترة هذه؟ تحطهم قدام دائما. جوري وسام رفيف خديجة طبعا. يقول هذا الآن يعتمد عليهم، يقول حفظهم سريع. تمام. هذا أسرع يعني يحفظوا من أول خطوة، وسام وجوري ورفيف ومعهم خديجة. فهو ليش يختار؟ عشان يسهل على اللي وراهم يحفظوا. إحنا نشجع الكل. ريماس يقول نسيت ريماس. أيوة ريماس قصادي ما شاء الله عندها سرعة في الحفظ أيضا. إحنا نتمنى الكل، نتمنى الكل يحفظ من أول تجربة. اتصالات متواصلة والرقم على الشاشة، ولكن قبل ذلك نأخذ عرض الحفل. يلا لقطات من الحفل نشوف مع بعض في الشاشة، تفضلوا. سعينا في كل اتجاه، هدفنا تأسيس القناة. سعينا في كل اتجاه، هدفنا تأسيس القناة. لما استعنا بالإله، ولما استعنا بالإله، كانت خطانا موفقة. أحلى حكاية شيقة، أولها فكرة مشرقة، عنوانها اللي معشقة أطفال. أحلى حكاية شيقة، أولها فكرة مشرقة، عنوانها اللي نعشقة أطفال ومواهب. والحلم ربي حققة لقناتنا المتألقة، والحلم ربي حققة لقناتنا المتألقة. قصة نجاح استقبلت، قصة نجاح استقبلت، سابع سنة متألقة. بدت تطلع رايا يا نبي.
الشد بلابل الإسعاد بلابل الإسعاد نجومها هالنور جينا على ميعاد وجودنا يزداد في حفلة الميلاد مبروك لك مبروك مبروك لك مبروك. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا بهذه اللقطات الرائعة من حفلة السنوية. استمتعنا مع هذا الجمهور الضخم اللي حضر واللي كثير اعتذر واللي كثير أراد أن يتابع ولكن كان هناك مشكلة في البث. لذلك أحب التنبيه، غدا ما في إعادة بيت الزهور، غدا حيتم عرض الحفل بعون الله تعالى في نفس التوقيت تبع بيت الزهور ويتم توزيعه على باقي اليوم. غدا لن يكون هناك إعادة لبيت الزهور ولكن حيكون بعون الله تعالى إيش بث إيش حفل السنوية، حفل السنوية اللي يبغى يتابع. ونخلي لكم إن شاء الله في الظهر وفي العصر وبعد العشاء مباشرة بعون الله وآخر الليل للي يصحوا متأخرين، مع أن نقول لهم يا سهران لا تسهر، نم مبكر يا سهران. أيوة. طيب اللي حاب يتواصل معنا في آخر الدقائق الآن يتواصل مع الزهرات، الرقم موجود على الشاشة، اللي يبغى يطلب تحية اللي يبغى يهني بالسنوية سعداء بكم. خلوني أذكر قبل أن نستقبل اتصالات والمكالمات الموجودة الآن على الخط أن الأسبوع القادم الخميس والجمعة حنكون معكم في صبياء في ركن البسام وذلك في مجمع فلسطين بجوار الأحوال المدنية الجديدة، هناك عروض وهدايا مجانية في الخميس والجمعة 26 و 27 رجب. أما الأسبوع الذي يليه فسوف يكون أطفال ومواهب في نجران في صالة الأمير مشعل للمؤتمرات يومي الخميس والجمعة الموافق 3 و 4 شعبان. رجب 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 طبعا رجب من مسؤولين الشاشة والمسرح وكذا، يشوف الجدول وين بيروح بعدها يعني. مركز مركز. أيوة. فحنكون في نجران وحنرجع من نجران في اليوم الثاني في السبت اللي هو أو كأنه الأسبوع اللي بعده أظن 12 شعبان، خلونا نتأكد من الجدول. حنكون أيضا في أبو عريش في المبارك. عندي أيضا في الأسبوع الذي يليه جدة، جدة حنكون في جدة يوافق 10 و11 شعبان، 10 و11 شعبان حنكون في جدة في افتتاح مركز الشامل، في افتتاح مركز الشامل أي بعد 3 أسابيع. اتصالات ما شاء الله متوالية مع الزهرات وعندنا على الخط اتصال ونقول ألو السلام عليكم. عندنا نورة من بيشة. نورة كيف حالك؟ ألو نورة كيف الحال؟ طيب الحمد لله. أخبارك يا نورة؟ الحمد لله. تبغينا نجي بيشة ولا ما نجي؟ قولي. إيه إحنا حنجي بيشة إن شاء الله، أتوقع بعد جدة، أتوقع بعد جدة حنعلن إن شاء الله بيشة. عندنا افتتاح توب سنتر في بيشة حيكون إن شاء الله، حنعلن الموقع الافتتاح وكذا. هو عندكم توب سنتر داخل مول كبير صح؟ ولا ما تعرفي؟ تعرف. في توب سنتر في بيشة خلال أقل من شهر حنكون هناك إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك أول الحاضرات. حابة تكلمي مين؟ خديجة. معاكي خديجة، وخديجة قولي ألو. ألو السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. على طول إن شاء الله. تحبي تشاركي في المسابقة؟ إيه. كم عدد زهرات الفرقة؟ تقريباً، أعطيها العدد إنها مستحيل تعدهم. ها؟ يعني تقريباً كم؟ 12؟ تقريبا 12 الزهرات الحاليات تقريبا 12. الو خيارات 12 12 ولا 13 12 13 ايوه 12 و13. في واحده لسه ما انضمت في الاستعراضات، هي 13 العدد الرئيسي او 12 كيل. اجابات مقبوله، اسمها تحيه قويه. خذها يا كنترول. مريم سوي شعرك يا بابا. يلا عندنا الان ما زلنا نستقبل اتصالات وعندنا تحيه. طيب ايش بكم؟ انا والله ما عرفت اتكلم، ايش في؟ عندك؟ عند مين؟ عم مسلم، عم اسماعيل. مين اخذها؟ انا. طيب قولي انا على طول. وينها الان؟ عم اسماعيل. جيبها. اعطيهم جوالاتهم في البث، يلا. بسرعه جيبوها يلا. أقلقوني في البث، دوروا الجوالات ورايا. أقول إيش بهم ذيلا كلهم؟ حنين تسأل، حنين أنا أشوفهم. أنا أقول لحنين إيش تبغي؟ بابا رفيق خطيرة بتستنى. نسيته أصلاً.
انا مستغرب حنين كل ساعه تسوي ورايا اقول لها كذا حتى جوالي يا خديجه جوالي لا لا هذا جوالك جيبي جيبي انا اوزع جيبي جيبي ها جوالاتي كلها معاها شوف بالله شوف انا ما شفتها الباقي اعطيهم جوالاتهم إذن متواصلين في استقبال الاتصالات والله هذه الحلقة اليوم ماتعة ورائعة أخذنا ثالث عضوة ها يلا ها طيب نأخذ آخر واحدة سامية حنين الشنين والله خايف حنين الشنين أخذناها حنين ريماس نأخذ ريماس ما أدري أنا سامية ندربها بعدين ها سامية تبغي تبغى سامية لو شو مريم سامية كل ترشيح سامية يلا الأسبوع الجاي ريماس الأسبوع الجاي ريماس ومريم يلا أسبوع مريم مريم جهزي الجمهور يطالب بمريم شوفي قبل ما نبدأ معاكي لازم تعرفي نقطة مهمة يا سامية إنك يا سامية مو لازم تسمعيني توقعي الكلام وركزي في الكلام ركزي يلا ركبي واضغطي بيدك اسمعيني ايش اسمعيني ايش سؤال لك عمري سؤال لك اسمع تحبي بابا ولا ماما كم عمر بابا تحبي بابا ولا ماما كم عمر ماما تحبي بابا ولا ماما كم عمر مريم تحبي بابا ولا ماما كم عمر رفيف مدخل رفيف الان طيب تحبي بابا ولا ماما تحبي بابا ولا ماما تحبي ماما ولا بابا يلا خطيره هذه تحبي بابا انا اكل كثير تحبي بابا ولا ماما انا في راسك انا في راسك لا يا بابا والله يا سليمان خايف من انا شوفي تحبي بابا ولا ماما ها ركزي انا رايح بالطياره تحبي بابا ولا ما حتى قالي فلت وانا امثل تحبي بابا ولا ماما يلا والله جت جت ها تحبي بابا ولا ماما؟ تحبي بابا ولا بابا؟ حلو، طيب إذا قيل لك هل تشربي بيبسي ولا ميرندا؟ فماذا تقولين لهم؟ ماذا أقول لماما؟ إذا قيل لك تشربي بيبسي ولا ميرندا؟ فماذا تقولي لهم؟ كم عمر عمرك أبوه؟ أقول لك ارجع مكانك أفضل. أنا صف ثالث. أقول لك ارجع مكانك أفضل. ارجع مكانك كم عمر ماما اقول لك ارجع مكانك ارجع مكانك خلاص اقول لك ارجع مكانك خلاص اقول لك ارجع مكانك اقول لك ارجع مكانك قولوا لهم كلها ارجع مكانك اسمعنا تحية قوية إذن متابعينا في كل مكان متواصلين مع هذه الحلقة في آخر الدقائق واللحظات مستمتعين معكم الجمهور جدا في مواقع التواصل مبسوط من الحلقة الحلقة متواصلة في آخر ثلاث دقائق معنا اللي حاب يتصل ويطلب تحايا عندنا تحايا يلا خديجة ناخذ تحية يلا بسرعة بس وجه تحية إلى صديقتي سارة من أبها وأشكرها على اتصالها أحبك سارة يلا من عندها تحية أنا يلا جوري وجه تحية إلى صديقتي مريم من الرياض وأشكرها على اتصالها أحبك يلا ناخذ هنا اللي عندها تحية يلا نمشي كذا بعدين نرجع على طول عندكم يلا أوجه تحية إلى صديقتي
بشرى من مكة وأشكرك على اتصالك أحبك. شكرا لك. اللي بعدها يلا بالترتيب. أوجه تحية إلى صديقتي رحمة من مكة وأشكرها على اتصالها الدائم أحبك. شكرا لك. من عنده تحية هنا نمشي كذا يلا. وسام واللي بعدها. ما شاء الله مريم تكلمي، ما شاء الله مريم تكلم حلو يا مريم. يلا يلا. أوجه تحية إلى صديقتي شاذن من مكة وأشكرها على اتصالها. حلو يلا ها سرعة عشان الوقت يلا انتهى وقت البرنامج. أوجه تحية إلى صديقتي عائشة من جازان وأشكرها على اتصالها. وأنا بدوري أوجه تحية إلى هذا الجمهور الرائع، إلى جمهور الفخر، جمهور أطفال ومواهب الذين يتصلوا في كل الأوقات، يكونوا معنا دائما، يدعموا القناة باتصالاتهم، بحضورهم للحفلات في أي منطقة. هذا هو جمهور الفخر، جمهور أطفال ومواهب. سعدنا بكم في هذه الحلقة. أذكر باستطاعتكم دائما التسجيل في برنامج كن ضيفنا في أي وقت خلال 24 ساعة. طلب التحايا أيضا في أي وقت. جمهورنا في كل مكان، وخاصة في صبياء الأسبوع القادم الخميس والجمعة في ركن البسام، الأسبوع اللي بعده في نجران في مهرجان الربيع 1439، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله في جدة في افتتاح الشامل كيلو 4. بيانات لاحقا نعرضها لكم. إذن طيب حاضر. إذن بيت الزهور. شكرا لكم.